ما بيفهم. قصة ايه؟ عم جيب ماي لبينا ما اجوا كلهم. اوكي جينز بلا ما عاد فيك تحطي اذا كان في كنزك. مين دخل؟ بس شذا ومحمد. محمد. يا الله محمد حتى لسه بيت المايك. ليكي، حابعت ثواني على الجروب يا شذا. هيدا علي وين عندكم، عربي ولا انجليش؟ لا علي لو أدبي. يا حبيب الله، وين بدي اوصل انا؟ خلص جماعة رح اشرحها. طمبي اسمعوا بس، تتشوفوا البرد فار وراه، بعد البرد فار ما فيني احط الا هو الادوات التجزئة اللي هن دو دو لا دو الابوستروف ودي، يبقى حطوها براسكم. بس تيكون عندي فيرب فار وراه دغري لازم يكون في اداة من ادوات التجزئة يلي هي دو ودو لا ودو الابوستروف ودي. طبعا تعرفوا دو للمذكر المفرد، دو لا للمؤنث المفرد، دو الابوستروف مذكر ومؤنث هي ولكن يبدأ في فاول، ودي الجمع بالنوعين. مثلا لما بقول je fais du dessin, je fais de la course, je fais de l'équitation, je fais des photos. إذا برجع وبقول مع verb faire بحط أدوات التجزئة اللي هن du, de, la, de, الأبوستروف ودي. وطبعا مثل ما بنعرف إنه هيدي الأدوات إحنا لما بنيجي بنحطها بالنيجاتيف فورم، هيدي الأدوات كلياتها رح تتقل وتصير شو؟ حتصير أو دو أو دي أبوستروف. سي كلير؟ إكلير. محمد فهمتها ولا لا؟ محمد لسه مش باكش المايك. إيه يا محمد؟ مثلا كيسكو تو في لو ويك إند؟ جو في دي سبور. بس جو في ليكي ما حطيت بقى أداة التجزئة مع الفي، يبقى بس اللي بدنا نعرفه إنه الفار معه أدوات التجزئة الأربعة. تمام. دي كمان مذاكرة؟ لا لا هيدي لا، بس يعني بس تفهموها فهم بس، لاني انا حارجع اعيد الحصه الجايه. وحده ماما، وما حطيتي كل شيء خير، هلا بنفوت بنلاقي شيء من الوقت. اوكي شذا ركزي معي. نعم. اوكي سالو كيف في تون بير، يعني شو بيعمل ابوك؟ سالو مون بير اي بولانجي. بولانجي يعني خباز. شذا طبعا انت ما بتعرفي شو معناتها بولانجي لانه اوريدي ما حفظتي كل الكلمات تبعوت المهن، بعدين بس بدها تحفظيهم رح تقطع بولانجي. اي كالي لا ناتور دو سون ترافاي، يعني شو نوع العمل بتاعه؟ شو نوعه؟ il fait du pain et du croissant، يعني هو بيصنع خبز وكرواسون. واضح يا شذا ولا مش واضح؟ تمام واضح. تمام. الو هلا اللي بعده. سالو جون، يعني سلام جون. او تو باس لو ويك اند، يعني وين بتروح بدك تقضي الويك اند، يعني الاجازه، اجازه نهايه الاسبوع. اي كاسكو تو في، فرح يقول عم يجاوب طبعا، رح يقول لها سالو ادال جو باس لو ويك اند الا كومبان، يعني انا بمضي الويك اند بالضيعه او بالقريه. جو في دو فيلو، يعني بعمل او بلعب دراجه هوائيه. طيب اكري لا بروفيسيون دو تون بير، يعني لما انت بدك تكتب مهنة ابوك شو بتقول؟ اول شيء لازم اكتب عن اليو المكان اللي بيشتغل فيه البابا، وعن الناتور دو ترافاي يعني نوع الشغل. تمام ولا شيء؟ اوكي تمام. مون بير اي بروفيسور، بابا استاذ، il travaille dans un lycée
بيشتغل بالثانوية، الإكسبليك لي لسون أو زلاب بيفسر الدروس للطلاب، الأم بوكو سون ترافاي بيحب كتير شغله، جو سويت أتر بروفيسور كوم مون بير، بتمنى أكون أستاذ مثل بابا. أوكي واضح ولا في شي بدكم تفسركم يا إرجع بهيدا؟ تمام. أوكي علي سارة تمام محمد؟ تاني وحدة، ذكري تمام لحفلة الكتاب، يعني وصوف الحفلة التنكرية، لازم توصف المكان وتوصف لو ديجيزمون يعني التنكر. فجورجانيز بنقول أول شيء إنه أنا أنظم انفاد ديجيزي حفلة تنكرية يوم الاثنين. الاثنين رح يكون لو 15 مارس شي موا يعني 15 مارس عندي في البيت. جان في تو مي كوبا رح أدعو كل أصدقائي. لافيت كومونس أ 20 يعني الحفلة ستبدأ الساعة 20. جو مو ديجيز ان بيلوت يعني رح أكون متنكر ببيلوت يعني طيارجي. La fête se termine à 23h يعني الحفلة ستنتهي الساعة 23. تمام؟ تمام. المواقف. Ton ami te demande ton déguisement, qu'est-ce qu'il dit؟ صديقك بيسألك عن التنكر بتاعك شو رح يقول لك؟ هيقول لي quel est ton déguisement؟ ما هو التنكر تبعك؟ Ton déguisement c'est quoi؟ يعني التنكر تبعك هو شو؟ Tu demandes à ton ami son déguisement, qu'est-ce qu'il dit؟ أنت بتسأل صديقك عن التنكر بتاعه، هو هيقول لك إيه؟ بيقول لك je suis déguisé en pilote يعني أنا راح أتنكر بطيار، je me déguise en médecin راح أتنكر بطبيب. Ton ami te demande ta profession souhaitée، صديقك بيسألك عن مهنتك المتمنية أو التي أنت تتمناها، فأنت هو هيقول إيه؟ هيقول لك كالي تا بروفيسيون بريفيري يعني شو هي مهنتك المفضلة؟ كيسكو تيام ات شو بتحب تصير؟ كال ميتيي سويتو أي مهنة تتمنى؟ كالي لا بروفيسيون سويتي يعني ما هي المهنة المتمنى؟ تون امي تو دوموند تا بروفيسيون سويتي نفس الشيء بس هالمرة أنت هتقول له إيه؟ هقول له جام اتر بيلوت بحب كون طيارجي، جو سويت اتر جورناليست بحب كون صحفي، اتر بروفيسور سي ما بروفيسيون سويتي أكون أستاذ هذه هي مهنتي المفضلة. Tu demandes à ton copain le travail de son père. أنت بتسأل صديقك عن شغل بابا. Qu'est-ce que tu dis؟ هتقول شو؟ Ton père fait quoi؟ Qu'est-ce qu'il fait ton père؟ Quelle est la profession de ton père؟ كلهم صح. Ton petit frère te demande la nature du travail du pompier. أخوك الصغير بيسألك عن طبيعة عمل الإطفائي. هو هيقول Qu'est-ce que le pompier fait؟ Le pompier fait quoi؟ Quelle est la nature du travail du pompier? Nature du travail, يعني طبيعة عمل، OK؟ Tu demandes à ton père la nature du travail du vétérinaire. أنت بتسأل البابا عن طبيعة عمل البيطري، يعني طبيب الحيوانات. Qu'est-ce qu'il dit؟ شو راح يقول لك؟ Il s'occupe des animaux، بيهتم بالحيوانات. Il examine et soigne les animaux، يعني هو بيطبق ويداوي الحيوانات. Un ami te demande Qu'est-ce que le cuisinier fait؟ صديق بيسألك الطباخ شو بيعمل؟ Qu'est-ce que tu dis؟ فأنت هتقول له إيه؟ Il prépare les repas، بيحضر الوجبات. Il fait des plats délicieux، يعني بيعمل أطباق شهية. آخر جملة، Ton ami te demande Qu'est-ce que tu fais ce week-end؟ صديقك بيسألك أنت بتفعل إيه في الويك-إند؟ فشو هتقول له؟ أنا بعمل أو فيلو أو جوفي أو سينما. طبعاً هيك يا جماعة أنا بكون خلصت. بس بدي ورجيه لسارة وعلي لأنه ما كانوا موجودين ومحمد ما كان لسه بعده مفعل المايك، بدي فرجيكم هيدي الشيء بس اللي شرحته لشذا. شذا وين اختفت؟ أظن هاي؟ أمينة. إيه هاي. شوفوا يا جماعة، فيرب فير شرحناه، فيرب فير هو تصريف في الفعل فات مع فات. شو بيجي يا شباب؟ يجي دايماً أدوات التجزئة. يلي هن دو ودو لا ودو الابوستروف ودي. طبعا الدو بتجي للكلمات المذكره، دو لا بتجي للمؤنثه، دو الابوستروف مذكر ومؤنث يبدا بيب ويال، ودي للجمع بالنوعين. اما لو بدهم يتحولوا لنيجاتيف فورم فمثل العاده كل ادوات التجزئه تشطب ويحط مكانها دي ابوستروف او دو. علي محمد ساره شذا توت كلير كله واضح؟ تمام تمام؟ اوكي. تمام
انا هلا بقول لكم يعطيكم العافيه، نشوفكم على خير ان شاء الله الحصه الجايه. بليز الكل يكون دارس ويكون عامل الدفوار، يعني معلش الكل يعمله ويبعث لي، والله ما بياخذ معكم 10 دقائق. سكلات، كلام. يلا اوروفوار، نشوفكم على خير. مع السلامة.